منذ تسلم وزير الداخلية علي العريض رسالة تكليفه رسميا بتشكيل حكومة جديدة من قبل رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي أواخر الأسبوع المنقذ، دخل علي العريض في مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيل حكومة قادمة. رئيس الحكومة المكلف علي العريض اجتمع مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية للتشاور بشأن شكل وبرنامج الحكومة القادمة. حرصنا كحزب مؤتمر من الجمهورية على ضرورة أن يتسع الائتلاف الحاكم إلى أطراف أخرى تشترك معنا في رؤيتها للمرحلة الانتقالية القادمة، وضرورة اعتماد يعني برنامج يحقق استكمال أهداف الثورة في المحاسبة. سبق للسيد علي العريض أنه قدم لنا تصور للتركيبة، وقدمنا معناها نظرتنا للتصور اللي قدمها لنا ومازالت المشاورات. علي العريض اجتمع بمكونات المجتمع المدني خصوصا عمادة المحامين ونقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتدارس برنامج الحكومة القادمة والكشف عن بقية خيوط جريمة اغتيال شكري بالعيد من أجل الوصول إلى الحقيقة. فيما يتعلق بملف الشهيد شكري بالعيد زدت أكدت عليه وطلبت منه مجددا أنه الدولة التونسية توضع كل إمكانياتها على ذمة التحقيق اللي يجب أن يفضي في أقرب وقت ممكن إلى الكشف على هوية القتلة ومن حرضهم ومن خطط لهم ومن مولهم إلى غير ذلك. الحكومة باش تنجح فما شروط، أول شروط هي تحييد وزارة السيادة، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية بدون تحييد وزارة السيادة كلها، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية أيضا. ثم أكدنا على ضرورة إنشاء الهيئات التأسيسية والتعديلية واللي هما تقريبا وفقا بطبيعة الحال المعايير الدولية. وأهم حاجة أكدنا عليها هي الأمن، لابد الأمن يرجع. المشاورات بشأن تشكيل الحكومة القادمة مع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لم تثني رئيس الحكومة المكلف علي العريض الإعلان في مؤتمر صحفي عن النتائج الأولية التي توصل إليها قاضي التحقيق وفرقة مقاومة الإجرام في قضية اغتيال شكري بالعيد. بين الحرص على الكشف عن خيوط جريمة اغتيال شكري بالعيد والتشاور من أجل تشكيل حكومة جديدة، يبقى التحدي الذي يواجه علي العريض التوفيق بين الأمرين. من أمام قصر الضيافة بقرطاج، مراد لبيض، قناة المتوسط، تونس.